قالت لي امي ولدت يوم النكبه، يعني ولدتني وصارت النكبه وطلعوا هاجروا. وين هاجروا؟ على الحمير. قالوا بدنا نرحل. وين رحلوا؟ رحلوا على كلكيلي. وانا هنا في بيتي قاعد بروح ازور اولادي، كنت ازور 3 اولادي كل يوم على سجن، كل ليله اطلع على سجن مجد، ثاني ليله اطلع على سجن النقب، ثالث ليله اطلع على جلبوع، يعني ما اقعد في البيت. الحمد لله الله كواني، يعني اسبوع اظن شغال على الزراعه. واضح احنا ماشيين بهالحياه. يعني انا بالنسبه لي بكون كل اسبوع يفوتوا علي، كل اسبوع يفوتوا علي يعجبوا في داري ويطلعونا، يطلعوا اولادي مشلحين، يطلعوا جوزي حافي ياخذوه، يعني عجبوا الاحتلال فينا. هنا احنا عندنا صار 3 شهداء يوم ما طلبوا ابني اللي ابو بسان، قال لهم انا بدي اسلم حالي، ما بدي امتي، يعني انه السور بكفي عندها، هم واحد السور انا الثاني، سلم حاله ابني. 4 سنين ما شفته. اخذوا بالعلم، اخذوا بالشرم، انا مش شايفه. مره اسمع صوته ولا اسمع عنه وين ولا اشي، ما حدا يجيب لي سيرته، المحامي يروحوا له ما يلاقوه، كله بنعرف ايش وين. نضل مع اولادي، بكيت وين ما يروحوا انا معهم، نضل معهم، اروح معهم، بدهم يروحوا على الموت انا معهم. عمري ما قلت لهم لا، لانهم بدافعوا عن وطننا. بلدي مسكه، ما بتثمن لا في ذهب ولا في مصاري ولا في إشي. لو بكيت صغيرة يعني وما عرفهاش، بس إن أنا متحصر عليها، مجروح عليها، ما عاشوش أولادي فيها. أنا لما نجيب سيرت بلادنا بعيط، لو أني بعرفهاش كثير بس بعيط. الأرض بتظلها هي الذهب، الأرض هي الأرض، بلدنا هي الذهب. الوطن بتقدرش في أي ثمن، ولا في مال ولا في إشي في الدنيا. المال برجع بس الأرض ما بترجع. جيت على الدنيا، أجت النكبة، أجت رحلنا من بلادنا، رحلنا من أراضينا، رحلنا من عند أهلينا. يعني شو الواحد بده يكون لما نعرف إنه اليوم النكبة وأنا ولدت فيها؟ شو نفسية الواحد بدها تتريح؟ ما بتتريح.